يلا تفضلوا بالأسئلة. سارة صوتي لو سمحتي قولي لنا شي، معقول مثل ما منعرف إنه أكبر نجمة ببلدنا كانت كنة هالعيلة؟ جدان مرة مميزة بهالعالم وكان عندها عيلة وحدة، وبنفس الوقت كان عندها ارتباطات. مثلا كانت كنة ستي، والشي الممتع أكثر بهي القصة إنه هي كمان كانت أصغر حماية بالهند كلياتها. مزبوط، هي كانت حماية مو بس لكنة وحدة أو لكنتين، هي كانت حماية لثلاث كناين، بس هي كانت مشهورة بمدينة إندور بصفة أصغر حماية بهالعمر هاد. طيب في مجال أعرف شو اللي خلاها تدخل مجال التمثيل بالتحديد؟ صح إنه هي من عائلة بسيطة، بس كانت طموحة وبلشت تمثيل لتحقق أحلامها. وشغلة تانية، هي تنازلت عن مبادئها لتكون ناجحة مثل كتير بنات، وتزوجت من عائلة غنية وكانت حياتها مريحة وما حدا بيضايقها بكلمة واحدة. للحقيقة كنا كناين ظراف، بس لما عطيناها مسؤوليات هربت وما قدرت تعملهم أبداً، سواء كان هالشي بيتعلق بالاهتمام أو بالبيت أو بالمطبخ أو حتى بزوجة كمان. هي فشلت كتير، كانت بس مهتمة بأنها تصير ممثلة. تكبرت وقررت أنها تروح وتحقق أحلامها، وتركت وراها عائلة حلوة وبتحبها وبتحترمها كمان. شوفي ليش كلكم مصدومين وصافنين بهالطريقة؟ أوه أنا بعرف، هذا لأنه قلتلكم صار خطير مو هيك؟ طيب هلأ فيكن تسمعوني، أنا عم قول الحقيقة كلها. أنتو ما لازم تمدحوا جدان ولا تحبوها بهالبساطة، لأنه هي تستحق إنه الجمهور يستنكر أفعالها. إيه؟ صدقوني هي سيئة ومرة خبيثة وكذابة كمان، أنا عم قلكن الحقيقة. خلص صاروا بكفي، أنتي ما تحكي ولا كلمة. رح خبركن عن كنتي وحماية ثلاث كناين لعيلتي، الممثلة بنتي جدان. اليوم جدان أتقنت مهارتها ووصلت للنجاح بمهنتها، مثل ما دبرت أمور بيتها وزوجها تماماً بنفس الخبرة. حبت عيلة جندال أكثر من عيلة أهلها، حبت كل أفراد العيلة، تغلبت على الكل بلطفة وطيبة قلبها، أنقذت عيلتي من كل مشكلة وصعوبة، تماماً مثل خيط الطوق يلي بيربط اللقالق مع بعضها.